صباح الخير عليكم جميعا. انا الدكتور احمد طارق عوض، استاذ جراحه الاورام كليه الطب جامعه اسكندريه. انا حابب اكلم حضراتكم النهارده عن موضوع كتير قوي بيتهتموا بيه، هو موضوع سرطان الثدي اللي احنا في الدقائق اللي جايه دي بحب اتكلم حضراتكم عليها. انا احب اقول ايه الحاجات العوامل اللي بتخلينا نقدر نكتشف المرض مبكرا، وبالتالي لما يكون في اكتشاف المرض مبكر يبقى ده له انعكاسات على طرق العلاج وبالتالي على طرق الشفاء ونسبه الشفاء منه. كتير قوي من السيدات كان زمان لما بيجوا لنا بيبقى عندهم في مراحل متاخره، لما تكون نسبه الشفاء بقت مش كويسه، ف احنا دلوقتي عايزين نوصل لحاجه نقدر نحطها كده بطريقه تبقى موجوده عندنا في جدول نمشيه في حياتنا كده كلها، اننا عايزين نشوف الحاجات الخطا العمليه اللي هي نقدر نتلافى بها الاصابه وفي نفس الوقت نقدر نكتشف فيها اكتشاف مبكر. تلافي الاصابه ده بيعتمد على كذا حاجه كتيره، في عوامل متغيره نقدر احنا نقدر نظبطها في حياتنا، وهي العوامل زي مثلا السنه المفرطه، زي ما واحده تكون سمينه شويه، عشان عارفين دايما احنا الخلايا الدهنيه اللي موجوده في جسمنا دي كلها بتعمل نوع من انواع الهرمونات. سرطان الثدي دايما من الحاجات اللي هي دايما مقترنه بان السيده بتبقى فترات كبيره جدا من حياتها متعرضه لهرمونات، وبالذات هرمون الاستروجين، وده بيبقى في صوره حاجات كتيره جدا، منها انها بيجي لها مثلا الدوره الشهريه بدري، او بيجي لها انقطاع الدوره الشهريه في سن متاخر، وبالتالي تبقى اكثر عرضه لهرمون الاستروجين ده فترات كبيره في حياتها، بيخليها تقدر اكثر عرضه لهذه الاصابه. الحاجة الثانية إن الناس بيبقوا أكثر اللي هم زي ما حضراتكم اللي هم عندهم السمنة المفرطة، وبالتالي لما يكون عندهم السمنة المفرطة بيبقى الخلايا الدهنية دي بتبقى زي نوع من أنواع المخزن اللي بيبقى بيعمل مصنع لهذا الهرمون. فطبعا تلافي السمنة والعادات الغذائية السليمة هي اللي بتخلي الواحد يقدر يبقى اقل عرضه من الاصابه، زي مثلا الغذاء السليم. ما حدش بيقول لي مثلا الغذاء السليم هناكل مثلا ايه بالظبط ونتلافى ايه. في كتير قوي ناس عندهم حاجات كتير قوي غلط، مثلا يقول لك ما اكلش حاجات فيها جلوكوز او حاجات اللحمه والكلام ده، الكلام ده مش اي علاقه خالص. الغذاء السليم ده بيعتمد على اي حاجه في الجسم، اي واحد عنده اي مرض في الجسم اللي هو بتبني جسم سليم، هو ده المطلوب في كل الحاجات بما فيهم الاورام. يعني مطلوب عادات صحيه كويسه، ما ناكلش دهون كتيره، ما نزيدش في الوزن، ما ناكل حاجات خضروات طازجه، فواكه طازجه، الحاجات دي بيبقى فيها مواد مضاده للاكسده، والحاجات المضاده للاكسده دي كلها بتقي من الاصابه بالاورام. ممارسه الرياضه من الحاجات العادات السليمه جدا اللي بتخلينا برضو نبقى عندنا جسم سليم، اقل عرضه من الاصابات بالاورام. فده من الحاجات الايه المظبوطه. برضو من الحاجات المهمه اللي ممكن نقدر نتعامل عليها وتقلل نسبه الاصابه التعرض للهرمونات، وبالذات السيدات اللي هم بياخدوا الهرمونات بعد سن الدوره الشهريه ما تنقطع، لما بيحصل لهم انواع من الاعراض، بي عندهم نوبات كده من السخونه بيحسوا، او اعراض بيبقى ضيق، فبياخدوا علاج هرموني. فده اعتقد لازم يكون بطريقه مرشده وتحت الطبيب المتخصص، بالذات دكتور الامراض النساء والولاده، وطبعا تحت متابعه من دكتور جراحه الاورام. دي الحاجات المتغيره اللي احنا ممكن نقدر نتلافاها بالاصابه. نيجي بقى للعوامل اللي هي بتقلل الاصابه من الاورام، اللي هي ازاي نقدر نكتشف مبكرا عشان يحصل انعكاسات لهذا الموضوع على حياتنا، وازاي ان احنا يكون عندنا كميه يعني ورم صغير، وبالتالي تكون الجراحه اقل بساطه، او يكون عندي نسبه شفاء اكثر من المريض الطبيعي. نمره واحد، دايما حاجه اسمها الكشف الذاتي. السيده لازم تفحص نفسها شهريا، بلاش حكايه الفحص بقى، نقول مثلا تكون هي اكثر عارفه هي بالظبط شكلها ازاي، الثدي شكله ازاي، او حجمه ازاي، الحلمه، الهاله، الحاجات دي كلها، وهي تبقى اكثر من اي حد غيرها في اي تغيرات بتحصل. لما يحصل فيها تغيرات المفروض هي تروح لدكتور طبيب معالج تقول له وتستشيره، انا عندي حصل حاجه كده، وهو بالتالي هو يشوف بالكشف بتاعه هل هي الموضوع ده يستحق انها يعمل له ابحاثات لازمه، يستحق انها نقلق منه، ولا مش موضوع ان الموضوع ده لا مش محتاج حتى ايفن اننا ممكن نعمل له نوع من انواع الابحاثات، وبالتالي يقدر يطمنها. ده يبقى نمره واحد، ان لو اي واحده ست مثلا عندها اي تغيرات او اعراض جديده بتحصل للثدي اللي هي واخده بالها منه، انها تروح للطبيب المتخصص ده، وهو اللي ان شاء الله يقدر يقول لها اعراضك دي مهمه ولا غير مهمه ويطمنها. بس الحاجه الثانيه هي انها تعمل نوع من انواع الفحص
بالاشعه اللي هو جهاز الماموجرام، وفحص الاحبال الثدي بالموجات فوق الصوتيه، وده نوع بيتعمل كل فحص سنوي. والست ده مش لازم تكون عندها اي اعراض، بالعكس ده هي رايحه كانها بتقيس ضغط او بتقيس، بتعمل رسم قلب، بتعمل تشيك على نفسها، فبتعمل الماموجرام ده. المفروض ده يتعمل كل سنه بعد سن الـ40، في ناس بتعملها بعد سن الـ50، عشان ميزه الماموجرام ده ان هو بيقدر يبين لنا اي تغيرات بتحصل في الثدي قبل مرحله الاكلينيكيه، يعني قبل ما يحصل فيه اي نوع من انواع الاورام في الثدي ده، يعني قبل ما احسه كدكتور يبقى باين هو بالاشعه الموجات الصوتيه او بالاشعه الماموجرام. فتخيلوا قد ايه الورم بيبقى حجمه صغير وبالتالي سهل التعامل معاه. الفحص الذاتي والنوع الثاني اللي هو اشعه الماموجرام ده من الحاجات المهمه جدا اننا لازم نخلي بالنا منها، واننا لازم على طول انعكاسات الموضوع ده زي ما قلت لحضراتكم ان انا ممكن اعمل جراحات بسيطه. الجراحات البسيطه اللي هي ازاي؟ احنا تما كنا عارفين ان لما اي واحده عندها ورم في الثدي معروف الموضوع ده مقترن بان انا بعمل ايه؟ بشيل صدرها، وده جزء ثمين ورمز الانثى السيده، فازاي انا بيبقى ساعات بيعمل مشاكل نفسيه جدا للسيدات، وبالتالي انا لما انا اعمل جراحه بالنسبه لحد جاي لي بورم صغير ما فيش اي داعي طبعا ان انا اعمل له هذا الاستئصال. بالعكس انا بعمل حاجه اسمها جراحه تحفظيه، بحافظ بيها على الثدي، وبعمل لها جراحه كانها بالظبط زي جراحه العينه العاديه خالص، بتطلع بالثدي بتاعها موجود شكله زي الناحيه الثانيه، وبالتالي ما بتفقدش جزء سليم من جسمها. طبعا ده غير انعكاس الشفاء بنسبه حدوثه اللي بيحصل توصل لغايه اكثر من 95% عليها. شكرا جزيلا، بتمنى لكم صحه وحياه سعيده، وتمنياتي لكم جميعا بالصحه.